يا الساحة انت بتتحرش ارفع كول وانت ترفع كول لا تتهور خلك كول لانا لو رفعت الكول عادي في نص الكول تقول من الخوف لا تتهور روح خذلك بنادول لا تروح للشغلات العقوة مثال ترامادول يا ابني روح روح لا لفك وخلك رول خلك كول خلك كول لا تستغرب مني مول لان انتو اللي ما ثابت صحن الفول انت تشوفني ابليس وهذا الواقع رحت لها انا بيدي وشفته هو فاقع كيف تقدر تجابني وانت توك راجع انا صادخ الستة بتكون انت السابق ماسك سلاحي واصبعي الاوسط دومي رافع لا تتحدى واحد ما عنده شيء يخسره كل واحد يا وغنى وش هالمسخرة اي واحد بيتحداني بحفر لنا مقبرة نرى نرى